اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل، ونحن نتواجد في جرش الثقافه والفنون والابداع في دورتها 37 حقيقه المشاهد المبهجه المفرحه من خلال تواجدنا في هذا المكان. وكما تلاحظون وتشاهدون بدايه هذه الحلقه ونحن نطل على كل مناطق جرش وهذا المهرجان ونستمع الى هذه الاصوات وهذه الاغاني التي تعبر عن الموروث الاردني الحقيقي. فخلوني ارحب بزملائي اللي راح يرافقوني على مدار الوقت القادم من أردن النشامة ومن مهرجان جرش. مساء الخير عليكم، منورين اليوم. مساء الخير يا أحمد. طبعا مشاهدينا أحمد بيسألني، إحنا عم نسمع لهجين الأردني فبيسألوني فريق بيت للكل، طبعا الأستاذ خالد عارف إنه إيش هذا النوع من الغناء، فأنا بحكي لأحمد هو لهجاني فبيرحبوا فيه بالضيف مع المحلين. والله فهيك والنعم وثلاثة، فأهلا وسهلا فيكم، وهذا هو الأردن، أردن بيت للكل يعني إن شاء الله. أكيد الحقيقة لنا، أنا سعيدة جدا بالشرح اللي بتقدميه لنا ده، لكن كمان عارفين سعادتي إيه؟ سعادتي وإحنا موجودين في هذا المكان الأثري، بحس كده إنه كم الحضارة اللي عدت بين العمدان والحجر والبيوت المشرفة، البيوت دي مشرفة على التاريخ. يعني أكيد يعني دايما أنا أحس إنه قصص البيوت كمان مليانة تاريخ. فالحقيقة سعيدة جدا بأن احنا موجودين مع بيت للكل عشان ننقل لكل مشاهدينا بأن دولنا العربية مش بس غنية بأنها دول عربية، هي غنية بما تحوي من تاريخ وحضارة. انت بتحكي عن المكان شافكي، بتذكر أنه هنا شدت فيروز وهنا شدهان شاكر وكاظم الساهر وكبار جورج وسوف، مجد الرومي، كبار عشان انا بحب مجد الرومي، مجد الرومي طبعا، كل هذا كل صحيح. نجوم الوطن، كبار النجوم العرب شدوا هنا وكانت هذه قبلتهم وكان هذا المسرح مقصدهم. احنا بعيدين امتار قليله، في كل الاحوال من هنا ابتدا هذا السيل المتدفق منذ 40 عام والمتواصل ابداع وفن وثقافه حتى يومنا الحاضر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بيت للكل. بالتأكيد يا أستاذ خالد، حقيقة الصور اللي رسمت لنا إياها في هذه الحلقة من صور المطربين الذين اعتلت أقدامهم منصة مسرح جرش ووصلت أصواتهم وصدحت إلى كل البلدان العربية. ما زلنا في هذا المهرجان الجميل، راح تكون البداية نستمع إلى ونشاهد إلى تقرير مميز عن جرش وبعدها نكون متواصلين. في مدينة الألف عمود من حضارة الديكابوليس، حيث تمتزج الحضارات الرومانية واليونانية مع التقاليد الشرقية، إذ عاصرت جرش عدداً من العصور بدءاً من مرحلة الإنشاء في العصر اليوناني وانتقالاً إلى الكنعاني ثم الحكم الروماني عام 350 ميلادية، ومع مجيء عام 635 ميلادية عاشت المنطقة في ظل الحكم الإسلامي بعد أن فتحتها الجيوش الإسلامية بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وصولاً إلى عهد المملكة الأردنية الهاشمية. وعند الحديث عن آثار جرش فإن المسرح الجنوبي هو أول ما يتبادر إلى الذهن، فقد تم بناؤه في القرن الأول الميلادي ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 6000 متفرج. وما تركتك لو تجري الدنيا، ما تركتك ما دامت عيني تشوفي، ما تركتك لو تجري الدنيا صفوفي، ما تركتك ما دامت عيني تشوفي. وهو عبارة عن مدرجات وساحة أوركسترا، كما تم تصميم هذا المسرح بطريقة هندسية فريدة تسمح أن يصل الصوت لجميع أرجائه، مما يدل على تطور التقنيات المعمارية لدى الرومان. ولا يزال هذا المسرح العريق يستخدم حتى الآن لإقامة المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، وأشهرها مهرجان جرش، إذ يعتبر المدرج الجنوبي نقطة البداية والعلامة الفارقة في تاريخ العديد من نجوم الفن العربي، كما يعتبر حلماً لكل فنان جديد يبتغي الشهرة في طريقه الفني، بدءاً من سلاطين الطرب من الجيل القديم إلى مطربين الجيل الحديث. ولا شك بأن تجربة المدرج الجنوبي ستظل عالقة وخاصة في أذهان ضيوف جرش، حيث دائماً يكون الواقع مطابقاً للتوقعات وأكثر. المدرج الثاني يقع في أقصى شمالها ويستوعب 1600 شخص، وأمام المسرح ساحة ذات أعمدة مع درج يؤدي إلى المدخل، ثم تجد سبيل الحوريات
ويتكون من طابقين كل منهما على شكل نصف دائري، وقد تم تصميمه بحيث تصل إليه المياه من بركتين تقعان شمال المدينة بواسطة أقنية خاصة، بالإضافة إلى الكاتدرائية والساحة البيضاوية، وهي ساحة واسعة محاطة بممر عريض وأعمدة ملفتة، يتوسط الساحة مذبحان، وقد تمت إضافة نافورة في القرن السابع الميلادي، كما تضم الساحة عموداً وسطياً تم تشييده مؤخراً ليحمل شعلة مهرجان جرش. جرش تستضيف كل عام مهرجان جرش للثقافة والفنون، وهو مهرجان ثقافي عام تمتزج به الثقافة بالتاريخ، ويمتاز بالعروض الفلكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمسيات الموسيقية والشعرية والعروض المسرحية والأوبرا، كما يقام على هامشه معرض ضخم للمصنوعات والمشغولات اليدوية والحرفية التقليدية. أعزائنا المشاهدين، حقيقة ونحن نحتفي بمهرجان جرش وهذا العرس الكبير الذي يجمع الأشقاء العرب في جميع الميادين الثقافية والإبداعية، يبدأ مهرجان جرش بأوبريت كان حقيقة صورة مشرقة للأردن، دائما أردن النشامة التي تبدع وتنتج وتعطي النتاجات المهمة على جميع الأصعدة.